بس خلي ايش يضرب بال خليه يمشي. ايوه لا مظبوط ينفع تسويه جيد. عشان لازم تكون شوية بقوية عشان تسع في الجرام. الحين راح نحطه وين؟ بداخل القلم. معلش بنرجع نعيده مرة ثانية. من قصة من تحت بصير قصة. طيب حاول بس لابد الألمنيوم يلصق في القطن. ارفعه شوية فوق. لا الألمنيوم هيك. ايوه بالضبط. بس الحين راح نجرب نحن انه هذا القلم بلش يشتغل على الشاشه ولا لا. ننتظر ثانيه.